في البداية أنا كمراقب عن بعد للمشاورات والحوار الليبي قد تهنى بعض الشيء من كثرة الحوارات وتشتتها وتنوعها وتوزعها بين البلاد العربية السؤال الأهم الآن ماذا أنجزت كل هذه المشاورات والحوارات واللقاءات الليبية؟ اهلا بك يا اخي العزيز استاذ محمد واهلا بضيفك الكريم وكل التحيه والتوقير والتقدير للقناه الرسميه القناه السعوديه الاولى وكل التحيه لاهل المملكه. اخي العزيز هذا اجابه على سؤالك الكريم هذا الامر يدل دلاله واضحه اننا مررنا بعشريه سوداء تم فيها اسقاط الدوله وليس إسقاط النظام حقيقة وأن المجتمع الدولي لم يكن جادا في إنهاء الأزمة في ليبيا بل خلال هذه المدة أدار الأزمة وأدار الفوضى في ليبيا وكان بإمكانه الأخ العزيز بما لديه من إمكانيات وبما لديه خاصة مجلس الأمن بما لديه من قرارات ملزمة كان بالإمكان إنهاء الأزمة في السنوات الأولى ولعل هذا الأمر أخي العزيز يؤكد ما صرح به الرئيس الأمريكي السابق أوباما خاصة في كتابه الأخير أرض الميعاد عندما قال هذا ليس كلامي أنا أستاذ العزيز هذا كلام أوباما عندما قال أن أسوأ عمل قمت به في خلال ولاية الثمانية سنوات هو إسقاط الدولة في ليبيا وترك ليبيا في منتصف الطريق وبالتالي يا أخي الكريم نقولها بتجرد عبر قناتكم المباركه هذا المنبر الاعلامي المهني هل المجتمع الدولي ومجلس الامن يعجز عن حل الازمه في ليبيا؟ هل يعجز عن حل الميليشيات ونزع سلاحها وهو يراقب؟ لماذا مجلس الامن لم يصدر قرار ملزم ليس توصيه، ليس بيان صحفي، قرار ملزم من مجلس الامن ان الميليشيات في ليبيا البالغ عددها 50 الف ميليشياوي يحملون بين ايديهم خمسين مليون قطعه سلاح يهددون الامن والسلم الدولي. طيب لماذا يستمر رمزي. هذا الامر الى الان؟ نعم اخي العزيز. سيد رمزي يعني لا نعرف الحقيقه ان كان المجتمع الدولي يعجز ام لا يريد التدخل في المساله الليبيه لكن دائما ما كان يؤكد الليبيون انهم يستطيعون حل المساله وان حل الازمه الليبيه هو ليبي ليبي وليس ليبي واطراف خارجيه ليس كذلك؟ أخي العزيز هناك فرق بين الأقوال والأفعال للأسف نقولها بمرارة ونقولها بصدق ونقولها بتجرد لولا العملاء الخونة الموجودون بيننا في ليبيا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الذي استدعى الأتراك إلى ليبيا من الذي تعامل مع مخابرات أجنبية لاستمرار الأزمة في ليبيا اعطيك مثال بسيط جدا لماذا وهذا المثال يعني مع كل التقدير والاحترام للمملكه المغربيه لماذا اخي العزيز 120 عضو من اعضاء مجلس النواب يلتئمون ويجتمعون في طنجة المغربية ولا يجتمعون لمدة اكثر من ثلاث سنوات ماضية على ارض ليبيا على على مدينة ليبية سواء نعم. كان في طبرق او في الغازي لماذا